لقاؤنا اليوم كان غنيا بحكم انه حزب مقبل على الانتخابات التشريعيه شهر شتنبر المقبل، ويستضيف مجموعه من الباحثين ومجموعه من الخبراء من اجل تبادل النقاش معهم وتلقي اقتراحات بخصوص ما سيتم ادراجه في المشروع المجتمعي للحزب في جانبه الرياضي. ربما كانت هناك عده اقتراحات من اجل ادراجها، وهو ما يؤكد انه الحزب يتفاعل مع محيطه ويحاول ان ياخذ اقتراحات من المختصين ومن الخبراء. يبقى بانه متمنياتنا ان يكون الرياضه حاضره في مختلف برامج المجتمعيه لمختلف الاحزاب، حتى يكون هناك تنافس وهناك صراع من اجل تقديم الرياضه في حله جيده في اطار الحكومه المقبله. خاطر انا كان لي الشرف كبير اليوم ان نتواجد في مقر الاتحاد الاشتراكي مع سله من الاخوان الاصدقاء اللي هما تنعرفهم في المجال السياسي ولا الاصدقاء اللي تنعرفهم في المجال الرياضي. حقيقه دوزنا واحد ساعتين مجديه جدا وتعلمت فيها الكثير وتبادلنا الاراء في بعض القضايا اللي تتمس الرياضه والحركه البدنيه كاداه من ادوات الادوات اللي يمكن اداه اساسيه في التنميه البشريه، اذا في التنميه الاقتصاديه ديال البلاد. حقيقه من الشرف كبير لي انني كنت تواجد في هذا الاطار هذا اللي هو اطار مهم جدا، وهذا تبين جديه الحزب في معالجه القضيه الوطنيه الساخنه ومن ضمنها قضيه الرياضه. ثاني شيء هذه المبادره اللي او واحد اللمه اللي كان فيها بعض المناضلين وبعض الخبراء في المجال الرياضي لمساعدة الحزب على صياغة برنامج ديالو الانتخابي على وجه الخصوص الشق المتعلق بالسياسة الرياضية. إذا لا يمكن إلا أن تحسين هذه المبادرة على اعتبار أنه فيما مضى كانت هناك قاطعة ما بين السياسي والمحيط ديالو، بالأخص الشق أو الجانب ديال المحيط ديالو اللي متعلق بالخبرة والبحث العلمي. فهذا الانفتاح ما يمكنش يكون إلا إيجابي بالنسبة للحزب باش يمكنو يقدم واحد البرنامج اللي هو جدي واللي تيستجيب التطلعات ديال المواطنين.